والله مو زابط ولا تعرف تفطر. لك على هذا ركاد، لك على البيت 59. الله أكبر. عند السيارة سوزوكي كسف لي هاوين. لك هربت. الله أكبر. 73 73 ياخذ السرعة 70 تنزل فوق منها. أطلع سيدي. حاول النظام الاقتحام على هذه النقاط من أكثر من 10 أيام وحشد حشود كبيرة، والحمد لله كنا حاسين نحن على صده، بس في آخر اقتحام له حشد حشد كبير من خلاله سقطت نقطة عنا، تمكننا من استرجاعها بعد ساعتين، حصلنا النقاط كلياتها. خطة الحالية الجسرية اللي عم تحط تعيق خط الموت اللي عنا، الحمد لله اللي فشل بحطها في أكثر من محاولة، وقمنا بتفجيره واغتنام بعض منه وبإنزاله بالبيئات السريعة. خط الموت الخط الرئيسي اللي ممكن ما أحدا يمكن يطلع منه، أما شهيد أو بنصر إن شاء الله.